أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من طاقة بلس، والتي سنخصصها للبحث الأوروبي عن بدائل وسائل الطاقة الروسية والبحث الأمريكي عن وسائل تنمية الطاقة الشمسية. ولنبدأ بالعناوين. اتفاق مرتقب للحكومة المصرية مع الاتحاد الأوروبي لتوفير شحنات الغاز الطبيعي لأوروبا. وبايدن يعتزم تشجيع صناعة ألواح الطاقة الشمسية لإنهاء بطء تنفيذ المشروعات. من المقرر أن يوقع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقا في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن إمداد الاتحاد الأوروبي بالغاز في الوقت الذي يسعى فيه لتقليص اعتماده على الإمدادات الروسية وفقا لمسودة الوثيقة التي يستعد فيها الطرفان للاتفاق على مذكرة تفاهم سيتم توقيعها بالتزامن مع زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين للقاهرة في وقت لاحق من هذا الشهر. ذكرت بلومبرغ سابقا أن مثل هذه الصفقة ستشمل إسالة الغاز الطبيعي الإسرائيلي في معامل المعالجة في مصر قبل تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي. بلومبرغ اطلعت على مسودة الوثيقة والتي لا تزال عرضة للتغيير، وتضمنت أن أمن إمدادات الغاز هو مصدر قلق لأوروبا، ويسلط الاتفاق المقترح مع مصر الضوء على دور البلاد الحاسم في ضمان أمن الغذاء والطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما سلط قادة الاتحاد الأوروبي الضوء أيضا على قدرة الدول الإفريقية على توفير ليس فقط الغاز الطبيعي المسال لازم لاستبدال الوقود الأحفوري الروسي، ولكن أيضا لتوفير الهيدروجين الأخضر في السنوات القادمة. الاتحاد الأوروبي يستهدف استيراد 10 ملايين طن من الغاز الأخضر من الخارج بنهاية العقد الحالي، وهي نفس الكمية التي تهدف المنطقة إلى إنتاجها بنفسها. مع ذلك لا تزال هناك مخاوف بشأن التأثير المناخي الذي ستحدثه مثل هذه الاتفاقيات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بانبعاثات الميثان والتي يمكن أن تكون أقوى بمقدار 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون على مدى عقدين. ينضم إلينا من لندن توم مارزي مانسر، الرئيس التحليل شؤون الغاز في إندبندنت. أهلا ومرحبا بك إندبندنت كوموديتي إنتليجنس. يعني بداية، محاولات أوروبا لتنويع مصادر الطاقة وخاصة الغاز، يعني سواء كان هذه الاتفاقية المنتظرة مع مصر أو مع قطر أو الغاز الأمريكي المسال، هو يعوض القدر الضئيل من إمدادات الغاز الروسي. هل هناك أيضا يعني ما يكفي من بنية تحتية لإعادة هذا الغاز المسال إلى صورته الغازية في أوروبا؟ هل أوروبا جاهزة لاستقبال المزيد؟ أوروبا بالتأكيد يجب أن تحسن بنيتها التحتية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال والقدرة على استيراد هذا الغاز، لابد من تحسين هذه القدرة. ورأينا في عدد من المرات، رأينا كانت هناك محطات عائمة وهي يمكن أن تستعمل للاستيراد، و طبعا هناك تحضيرات لاستيراد كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال من العالم في هذه الفترة المقبلة. طيب، هل هذه الدول، يعني مثلا نحن هنا نتحدث عن مصر، هل مصر لديها القدرة والطاقة الفائضة التصديرية من الغاز الطبيعي في ظل أيضا أعمال الاستكشاف الموجودة في منطقة البحر المتوسط وعمليات التصدير التي هي بالفعل قائمة وربما أيضا بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية بالنسبة لمصر؟ ما هي الطاقة الفائضة للتصدير إلى أوروبا؟ الغاز المصري يباع في السوق الفورية، أي ذات الأسعار الأعلى، وفي الفترة الأخيرة كانت هناك الكثير من كميات الغاز المصرية التي ذابت إلى أوروبا، ورأينا أحجاما قياسية في بداية هذا العام، 900 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال في شهر واحد في أبريل مثلا، وهي أنتجت في مصر. ومصر تصدر الغاز تاريخيا، وهناك تراجع في التصدير في الصيف بسبب زيادة استهلاك الغاز الداخلي في مصر، وبالتالي أي إنتاج إضافي داخل مصر أو كغاز مستورد من جارتها إسرائيل، هذا الأمر سيسمح لمصر أن ترسل الكثير من الغاز إلى أوروبا خلال فصل الصيف.
وهذه نقطة مهمة، يعني مصانع الإسالة الغاز الموجودة في مصر والتي حاليا تستغلها مصر يعني لاستيراد الغاز مثلا الإسرائيلي أو حتى الغاز من قبرص وإسالة هذا الغاز ثم تصديره إلى أوروبا، كيف تعظم مصر من استفادتها من هذه القصة؟ وهل هناك مجال للمزيد من الاتفاقيات لاستيراد الغاز من دول مجاورة ثم إعادة تصديره إلى أوروبا استغلالا أيضا للوضع الحالي؟ بالنسبة لقدرة مصر للحصول على الغاز عبر الأنابيب من الدول المجاورة، ربما ليست هناك خيارات كثيرة خارج إسرائيل، والإنتاج المحلي الإسرائيلي كان قويا في الآونة الأخيرة، وفي الأيام القليلة الماضية رأينا محطات عائمة لإنتاج كميات إضافية وهي وصلت إلى شواطئ إسرائيل، ويجب أن تنتج الغاز وتضخه ضمن الشبكة الإسرائيلية بحلول نهاية العام، ربما بحلول أكتوبر. هذا يعني أننا قد نرى تغيرا إضافيا في حجم الغاز المصدر من إسرائيل والمستورد من مصر، وهذه خطوة إضافية. رأينا في فبراير الماضي خطوة مشابهة، وسنرى خطوات إضافية لاحقا. طيب، أنت تحدثت أن أوروبا يعني على الجانب الآخر يجب أن تستثمر في البنية التحتية، وربما لديها خيار الاعتماد على الغاز المسال، لكن إلى أي مدى يعتبر الغاز المسال بديل لغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا؟ يعني كنسبة هل يحل محل نسبة كبيرة في المستقبل مثلا، أم أنه تكلفة مرتفعة وتكلفة النقل وغيرها لا تجعله الخيار الأمثل؟ أوروبا باتت معتمدة اعتمادا كبيرا حاليا على الغاز الطبيعي المسال، وهو غاز مكلف، وأسعار الغاز الطبيعي المسال هي في أعلى مستوياتها في 20 عاما، أنا أراقبها منذ 20 عاما، وهذه قفزة كبيرة في الأسعار، والأسعار العالية أثرت على الغاز الطبيعي المسال الذي بات الغاز الأساسي الذي يذهب إلى أوروبا، والغاز الطبيعي المسال هو المصدر الأساسي، وخاصة نجد أن إنتاج روسيا تتراجع من المرتبة الأولى، كانت في المرتبة الأولى وتراجعت إلى المرتبة الثالثة بعد المصدر النرويجي، وبالتالي هناك تغير في آلية المعروض في أوروبا بسبب الحرب وارتفاع الأسعار. نشكرك توم مارزك منصر، شكرا جزيلا لك على هذا التحليل. تتابعونا في طاقة بلس بعد الفاصل. ألمانيا تسعى لفرض إجراءات استثنائية للحفاظ على مصادر الطاقة. يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لاتخاذ إجراء يهدف إلى دفع وتشجيع قطاع الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، سعيا إلى إحياء مشروع الطاقة النظيفة والذي تعطل، أو مشروعات طاقة نظيفة تعطلت نتيجة النزاع التجاري وزيادة التصنيع المحلي، وذلك حتى يقل اعتماد البلاد في جهودها لحماية المناخ على موردين من دول أجنبية. جو بايدن يعتزم استدعاء قانون الإنتاج الدفاعي Defense Production Act بهدف تقديم دعم لإنتاج الألواح الشمسية بالولايات المتحدة. الإعلان المتوقع أن يصرح به بايدن يتوج أياما من العصف الذهني من قبل مسؤولي الإدارة الأمريكية حول طرق إحياء مشاريع الطاقة النظيفة التي تعطلت بسبب تحقيق تجاري تقوم به وزارة التجارة الأمريكية، والذي دفع بعض المصدرين إلى وقف أو إبطاء بيع المعدات والمستلزمات داخل الولايات المتحدة. هذا أيضا يأتي بعد أن تعرض بايدن إلى الضغوط المكثفة لدفع إنتاج الألواح الشمسية والتكنولوجيات الأخرى اللازمة لإنتاج الطاقة النظيفة باستخدام قانون الإنتاج الدفاعي، وهي نفس السلطة التي استخدمها الرئيس هاري ترومان بهدف تصنيع الصلب اللازم للحرب الكورية، والرئيس دونالد ترامب من أجل أيضا زيادة إنتاج أقنعة الوجه الواقية في مواجهة انتشار فيروس كورونا. هذه القضية أثارت احتمال فرض رسوم بأثر رجعي، مما دفع الشركات المصنعة إلى وقف شحناتها إلى الولايات المتحدة، وترتب على ذلك
تباطؤ إنشاء المحطات الشمسية. هذه الإجراءات قد تضعف قدرة البلاد في معركتها ضد تغير المناخ وجهود بايدن الرامية إلى تخفيض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري في قطاع إنتاج الكهرباء، فيما تعتزم واحدة على الأقل من شركات توليد الكهرباء بالولايات المتحدة الاستمرار في تشغيل محطة تعمل بالفحم لفترة أطول ونتيجة تأخر تنفيذ مشروعات توليد الطاقة الشمسية. من الرياض ينضم إلينا المهندس مجد مهدي الرفاعي، رئيس التنفيذي في شركة تكنولوجيات الصحراء للصناعة. أهلا ومرحبا بك مهندس مجد. يعني والحديث عن الولايات المتحدة ويعني التوجه الديفنس أكت في إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، توجه مهم بالنسبة للديمقراطيين يتماشى مع الأجندة المعروفة للحزب الديمقراطي الأمريكي، لكن على الجانب الآخر أيضا الحزب الديمقراطي واجه الفترة الماضية تحدي أمن الطاقة في مقابل قضايا تغير المناخ، وبالتالي بالنسبة لاستخدام الوقود الأحفوري أو أيضا منح تراخيص استخدام المزيد من عمليات الحفر والتنقيب هو لا يتمشى كثيرا مع الحزب الديمقراطي، ولكنه ربما اضطر إلى ذلك. أي الاتجاهين سيركز؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لكم على الاستضافة. بخصوص الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا بنرجع إلى فترة سابقة أبان حكم ترامب، فرضت الحكومة الأمريكية أبان حكومة ترامب عدة قيود على الواردات من شرق آسيا وعلى رأسها طبعا الصين بخصوص استيراد ألواح الطاقة الشمسية ومنتجات أخرى لدخولها الولايات المتحدة الأمريكية. التأثير هذا أتى تباعا على احتياج السوق الأمريكي في ظل قلة وفرة المصانع الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية للاكتفاء باحتياج الطلب الداخلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ناهيك عن ذلك ارتفاع سعر البترول وعدم واحتياج الناس إلى تخزين الطاقة للاستفادة منها في فصل الشتاء المقبل أدى إلى الآن لتغيير السياسة إلى حد ما مع المبادرة التي صدرت من الرئيس بايدن قبل عدة أيام بخصوص اللي هي تباعا خلال 24 شهر القادم اللي هي تحرص على بداية اللي هو فك العقوبات على الدول المصنعة على رأسها طبعا الصين وفيتنام وبعض دول في الشرق الأوسط الشرق الأقصى. وهذا حيساعد على دخول المنتجات للسوق الأمريكي بفترة أكثر الفترة القادمة. طيب، سياسة أيضا يعني ربما بعض يراها أنه هي سياسة انتقاء الكرز في التعامل مع الإدارة الصينية، ربما هذا موضوع أيضا يعني لا يتعلق بشكل تقني بموضوع الطاقة الشمسية، ولكن الحرب التجارية، وأنت تحدثت أنه ربما تم فرض هذه الإجراءات في وقت الرئيس دونالد ترامب، البعض كان يتوقع أنه بوجود بايدن ستتغير لهجة الولايات المتحدة تجاه الصين، هذا لم يحدث، وما نشاهده الآن هو انتقاء الكرز، انتقاء ما يناسب الولايات المتحدة. هل الصين ستستمر أيضا في قبول ذلك أم أنه ستعتبر أنه هذا نوع من التهدئة في هذه الحرب التجارية؟ وطبعا كتوقعات من رؤية عامة للسوق نلاحظ أنه احتياج الصين أثناء فترة كورونا زاد، حصل عندها زيادة في الطلب الداخلي داخل الجمهورية الصينية بصورة عامة، فأغلب المصانع الصينية من احتياجهم للمواد الأولية والمواد النهائية لألواح الطاقة الشمسية صار تفضل أفضلية كبرى لتواجدها داخل الصين ناهيك عن تصديرها لخارج الصين، سواء كانت لأمريكا أو لأوروبا أو لأي قارة أخرى أو أي بلدة أخرى في العالم. فمن هذا المنطلق طبعا نتوقع أن يكون هناك ليس قبول تام من الحكومة الصينية لهذا أو انجراف تام بمفهوم آخر نحو التوجه الحالي في الفترة الحالية بسبب الاحتياج الداخلي الكبير للحكومة الصينية داخل أراضيها. يعني وربما هذا ما يفرضه الواقع بغض النظر عن أجندة كل طرف من هذه الأطراف في النهاية. بالضبط، هذا الآن الحال الوارد في ظل الظروف التي مر بها العالم ككل، بداية من جائحة كورونا
وبناية عن الأمور التقلبات السياسية الأخرى، ارتفاع أسعار البترول، كل الأمور هذه أدت إلى حرص كل دولة وبالأخص إذا كانت دولة عظمى كالصين إلى تنمية مصادرها الداخلية أكثر فأكثر، تحسب أنه أي مفاجآت في المستقبل قد تحصل. طيب، سواء كنا نتحدث عن جانب هنا جانب الاستثمارات، وسواء كنا نتحدث عن الاستثمار في الطاقة البديلة أو الاستثمار في الوقود الأحفوري، فهناك علامات استفهام متعلقة بالسياسة الأمريكية. اليوم مثلا المستثمر يخشى، مستثمر في شركات الوقود الأحفوري يخشى من تمويل مشروعات جديدة، لأنه لا ندري الأجندة الديمقراطية في المستقبل والسياسات أيضا المناهضة للتغير الكي. من ناحية أخرى أيضا الأمورية وربما طاعات تصب من جديد لدونالد ترامب في الأبيض في الانتخابات القادمة، فيرى البعض أنه الاستثمار في وسائل الطاقة البديلة في ظل أنه هذه التكنولوجيا ليست كافية في الوقت الحالي لتمثل حلا فعليا هو كذلك أمر في منتهى الخطورة. المستثمر يجد نفسه في موقف صعب، فما هو التوجه الصحيح؟ طبعا اتفق معك جملة وتفصيلا في ناحية انه التوجه الاستثمار يصعب تنبؤه في الفترة المقبلة، ولكن تظل الصناعة هي مطلب اساسي لكل احتياج. لكن اذا اخذنا احتياج ما يحصل في داخل الولايات المتحدة الامريكية الان من تقلبات داخلية ما بين الديمقراطيين والجمهوريين، وضع خط الصناعة تحت مأزق كبير في الاستثمارات بداخلها. فلذلك تجد أنه أغلب الاستثمارات الأمريكية الحالية تحصل خارج الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كانت في أوروبا أو في أمريكا الجنوبية أو حتى في الشرق الأوسط. تتحدث عن الاستثمارات في قطاع الطاقة بشكل عام؟ نعم، قطاع الطاقة تقصد أستاذ ماجد؟ في قطاع الطاقة بالتحديد. نعم. طيب، هذه أكبر دليل على ذلك أخي الكريم، احتياج العام للطاقة المتجددة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ما تم استيفاؤه إلى الآن لا يشكل إلا أقل من 10% من احتياج العام لهم كزي ما أقول لك كفيوتشر ديماند. فهذا بيعطي أنه يوجد سوق أمريكي كبير، بس بنفس الوقت وجود يعني عدم وضوح رؤية داخلية يصعب على المستثمر الاستثمار في السوق الأمريكي في الفترة الحالية. وأيضا يعني ليس فقط الرؤية الواضحة، هو حتى التناقض في المواقف. يعني كان في موقف مثلا نعرف أنه سبب كبير لارتفاعات أسعار النفط الأخيرة هو ضعف الاستثمارات في السنوات الأخيرة، وهذه يعني من أجندات الديمقراطيين في الولايات المتحدة. في المقابل كانت هناك مطالبة لدول أوبك بزيادة الإنتاج وبزيادة الاستثمارات النفطية. يعني في نفس التوقيت كانت الروايتان، يعني في كوب 26 السياسات المناهضة للتغير المناخي، وبعد ذلك مع ارتفاعات الأسعار والضغوط على البيت الأبيض المطالبة والدول المنتجة للنفط بزيادة إنتاجها. وهذا كذلك من الأمور المحيرة للمستثمر للممول وللشركات العاملة أيضا في المجال. يعني لو تم أخذ بعين الاعتبار كمثال بشريحة استيفاء بسيط من داخل الشارع الأمريكي، تجد ما تم ذكره حاليا ينطبق حاليا على حال المواطن الأمريكي على الأرض، إن كان بداية من ارتفاع أسعار البترول الداخلية لديهم فمن محطات سعر البنزين، زائد أنه خوفهم من قدوم فصل الشتاء في عملية تخزين الطاقة، وهذه معضلة كبيرة يمر بها المواطنين الأمريكيين في الفترة الحالية. يعني تحليل واضح. أنا أشكرك مهندس ماجد المهدي الرفاعي، رئيس التنفيذي في شركة تكنولوجيات الصحراء للصناعة، شكرا جزيلا لك على هذا التحليل. فيما تسعى الحكومة الألمانية لفرض إجراءات استثنائية للحفاظ على مصدر الطاقة وإبقاء الأنوار مضاءة ومجمعاتها الصناعية الضخمة تعمل، والتحول إلى الوقود الملوث حتى لو كان ذلك يعني زيادة في انبعاثات الكربون. ألمانيا تمتلك محطات تقدر بنحو 6 جيجاوات تعد حاليا جزء من الاحتياطي الوطني، رغم أنه من المفترض أن يتم إغلاق العديد منها في إطار خطة التخلص التدريجي من استخدام الفحم، إلا أن مجريات الأمور تحولت لتبدأ مجددا في
لتوليد طاقة إضافية تعمل بالفحم عندما يكون هناك نقص في الغاز، أو إذا كان هناك تهديد بحدوث نقص في الغاز، ويجب أيضا تقليل استهلاك الغاز في توليد الطاقة وفقا للقانون المقترح. التخلص التدريجي من الفحم يأتي في الوقت الذي يعتزم فيه حزب الخضر التخلص من الفحم نهائيا بحلول عام 2038. شركة يونيبر أكدت أنها يمكن أن توفر نحو 3 جيجاوات من توليد الطاقة بالفحم لتعزيز الإمدادات، في حين قالت شركة RWI أنها تستكشف محطات الطاقة التي يمكن إعادة تشغيلها. ألمانيا تمتلك حاليا 4.3 جيجاوات من محطات تعمل بالفحم و 1.6 جيجاوات من المنشآت التي تعمل بالنفط في الاحتياطي الوطني. مع ذلك لن يكون الحفاظ على إمدادات الطاقة لدى أكبر مشتري للغاز الروسي في أوروبا أمرا سهلا. القارة تعتمد على روسيا في تدبير الغالبية العظمى أيضا كان من الفحم الحراري اللي كانت تستورده لتشغيل محطات الطاقة، والتي التزمت ألمانيا بالفعل بإغلاقها، وتحدثنا عن ذلك يعني في 2022 والعام المقبل قبل أن تتغير مجريات الأمور. وصلنا معكم مشاهدينا بذلك لنهاية حلقة هذا الأسبوع من طاقة بلس. نشكر لكم المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة الأسبوع المقبل.